الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المهرجان هو جزء لا يتجزأ من الأنشطة التي تقوم بها جمعية أمل المستقبل، وكما كتعرفوا أنا أستاذة ومكونة وفاعل اجتماعي، كنحرص كل الحرص أنا والشباب ديالنا اللي كيقراو بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية باش نمدوا يد المساعدة لهاد الشباب ونعاونوهم قدر الإمكان من أجل بلورة والقيام بهاد الأنشطة، لأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية والتعلمية. كما كنتمنى بأن هاد البادرة تكون واحد تلقى واحد التفاتة من جميع الأطر ومن مندوبية التعليم باش نزيدوا نحفزوا الأطفال ديالنا على الأنشطة الموازية. وكنخص هنا المسرح والإلقاء والشعر والموسيقى، لأنها جزء وأساس تنمية هذا الشخص اللي احنا كنطمحوا بأنه يكون ابن المستقبل ويكون واحد شخص قادر على أنه يندمج في الحياة العامة. هذا كوكب، جيت نمثل الفكاهة من مؤسسة شيراز، جيت ندير الفكاهة في المهرجان ديال اكتشاف مواهب الطفل وباش ننميو المواهب ديال الأطفال عندنا في المغرب. أنا هي اللي قلت لك صفر جوج صفر زيرو 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 ورجع الله ويرجع الله. كيف جيتك؟ السلام عليكم، بوفكر الغزواني، عضو بجمعية أمل المستقبل. في البداية كنبغي نشكر جميع لي مومبر ولي زاديرون ديال الجمعية على الجهد والاجتهاد والملازمة والتضحية اللي قاموا به. الفيستيفال كيف كنعرفوا كامل ديال جمعية أمل المستقبل هذا العام في الدورة ديالو الرابعة عرف واحد الإقبال وواحد الصدى زوين في المدينة الجديدة. كنسعاو من مورا بأننا ننسقلوا المواهب ديال الطفل، واللي بغيت نقول أنا إن شاء الله غادي نقولوا الكلمة ديالنا في المستقبل، وشكرا. الاسم ديالي رقية زاهر، جيت من مدرسة ليلى زهرة، انا من صنف الغناء، وكنشكر الام والاب ديالي، كنشكر كذلك جمعية امل المستقبل، وكنشكر نيت هاد المهرجان ديال المواهب اكتشاف الاطفال اللي زادوا دعمونا اكثر وبينوا لينا الموهبة ديالنا. شكرا. وانتي سببي عايشتيني في الدهود حيالي. هو شخصانتي كموسيقى
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.